تتحدى هي الحارة من أدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. شبك صهري حايس ولايس كأنه في بتمك بحصة ما؟ ايه والله يا مرت عمي بتمي بحصة. هات لنشوف بقى من الآخر جايك عريس. أنا جاييني عريس؟ ايه ليش لا؟ انت زينة نسوان الحارة ليش لحتى ما يجيك عريس؟ دخلك ومن هو هالبقواص؟ عمي الزعيم ابو النار. من لا خبر على هالزفر. كابيت اهلين وسهلين لعبيد معتز. اهلين فيك اخي نسيم. لك ليش عزبت حالك؟ ولو بيت بيتك. الله يسلمك. والله انا ما بعرف هيك ركبتكم بهالجي هي. لك شو عم تحكي يا رجل؟ بيت بيتك عيب عليك. يسلمك يا رب. بس بدي اسالك سؤال. ايه تفضل. بلاقي عندكم شي قلابية؟ والله ما في. طيب وانت شو بتشتغل صحيح؟ انا بشتغل بالدباغة. ايه بس عدم مؤاخذة يعني ايديك ما فيهم لا صبغة ولا شي يعني. انت مزبوط معك حق. هلا انا كنت اشتغل عند الخواجة داوود. قام رحت انتقلت لعند الخواجة عازار بيدفع أكتر. حلوة. ايه الخواجة عازار حطني عنده بالمكتب. شو بيفوت لعنده جلده شو بيطلع من عنده أنا بأيدهم على الدفتر. أيوة ايه والله شغلتك متعبة كتير. والله متعبة. الله يقويك ويعطيك العافية يا أخي نسيم. الله يعافيك يا رب. نسيم ايه اختي؟ أمي عاوزتك. يلا جاي. على إذنك معتز. تفضل تفضل خذ راحتك. آه
هلا يا عمي مرزوق. السلام عليكم عمي مرزوق. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أبوك، في شيء؟ لا لا الحمد لله، بس ما عم يحسن يقوم من الفرشة والله. لا خير إن شاء الله. الله يسلمك. عمي فيصل العبيد هون؟ العبيد؟ إيه إيه بس نايم والله. لازم تفيقوا عمي. خير أبي خير. الله يجعلك بخير يا رب، بس مشان الأرض اللي بدناها. إيه شو هالغلط أبي؟ الله يعوضه. ليش شو صاير؟ غنم البدو فاتوا عليها وهبوها غبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقى مشان هيك عم بيصان بدي اياك تفيقوا. أبي هلا ما عم فيقوا، ما ليش عندنا بكرة الصباح بتشوفوا وتتفاهم أنت وياه، بتحكي معه بحاسبك وبتحاسبه. إيه أمرك عم بيصان. في شيء لك أبي؟ في شيء؟ آه عم بيصان بدي أقول لك شغلة. قل لي. عم بطلع أنا والعقيد على ضمان الأراضي، عم برجع أنا وياه إيد من ورا وإيد من قدام. هو وعدني إنه يعوضنا، وأنا بدي أفتح الدكانة وأترزق يا عمي أبو عصام، بس كمان هو عم يخسر. فهمت علي؟ هيك عمي مرزوق، خلص من بكرة لبسطت معه، أنا بحكي معه، أنا اللي أحكي معه خلص، اتكل علي عندي. إن شاء الله عمي أبو عصام خاف يزعل مني العقيد. لا لا تخاف، ما راح يزعل، ولا خليه حاسبك على الوتكي، أنا بحاسبك زي ما حاسبك ولو. لا يا مرزوق. الله يخلي لنا إياك يا رب ويرزقك. تصبح على خير عمي أبو عصام. وأنت بالله الخير لك عمي، سلم على أبوك. الله يسلمك. نعم يا أبي. أمك نايمة عندك ما؟ إيه يا أبي. إيه يا أبي الله يباركي. في شوية مقادم من امبارح، يمكن شي 3-4 مقادم هيك، بس رجعي سخنيهم ورجعي اعملي لهم المطبخ هيك فتي وكتري عليها صنوبر الله يباركي. إيه على راسي. وسمن عربي. ايه من عيوني. الله يباركي. بدي شوية لبنة، شوية أمبريسي، كتر الزيتات عليهم، بدي هونهم مغرقين مع مقدوس، مع جبنة مشللة، جبنة عكاوي وبلدية. من عيوني يا أبي. يا أبي. وبيض أبي، بيض عيون. على راسي يا أبي. صارت خلص نايم. خلص والله انت الاصل، والله انت لا قبلك ولا بعدك. والله انا بدي موت هون. جوز لك بنتي؟ يو يعني بعد الكبرة جبة حمراء؟ ايه شو فيها يا مو؟ والله حلوة السترة. تجوزي مو احسن ما تضلي لحالك؟ لا يو شو ضل لحالي؟ قولي على قامتي، والله هداك اليوم ما بحسبه من عمري، لولا ستر الله كنت رحت فيها. انتي قلتيها يا مو، وهون عنا بعرفك ما رح تضلي.
خلاص تجوزيه، ابن حلال ورايد الخير. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا لطفيه. عملوكا لوكا ما عم تنبلع معي، علقانه هون بسقف حلقي، لا عم تطلع ولا عم تنزل، يعني ما انا ماشيه معي لا بفيزا ولا بابا. شاوري حالك يا مو، شاوري حالك. اذا بدك خدي صهر بيت. صهر بيت؟ ايه يا مو صهر بيت، انا بعرفك من بيتك ما بتحبي تطلعي، خلاص جيبي لعندك. وليه لطفيه؟ يمينة من هالسيرة يمينة؟ قال الجواز قال الحمد لله على الكبر وقلة الحبر، ولا كلمة هوس على نصك. ايوه شايفتك اشتغلي اشتغلي. تلفك يا ياسين. الله يسلمك يا ديار. تفضل نيجي عيني تفضل. تسلموا. والله ما كان بدك الا العزيمة يا ابو عصام، حسستني ان انا غريب وعم تردلي الجميلة. لك لا يا حكيم لا لا والله بزعل منك، ما في شيء من واجبك يا عم. شو ما والله ما في شيء محرز اصلا يعني، هيك بس حبينا نتغدى سوا. والله المعروف هذا ما راح انسى لك يا طوال ما انا عايش عم يا ابو نسيم. ايه علي الله الله لو يا معتز بمشي. ها تعال بعد ما نخلص عليه، بس نخلص بنمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والكرام. أهلين لحنا مسألين فعلين. أحلى أبا در والله. هلا والله حي الله. إيه والله أهلين أهلين نمس أهلين أهلين. شبك شبك فايت ببعضك ومتلبك وعم تعرق وشوي تالية بتاع شوفي. ما في شي ما في شي سلامتك والله، بس هيك يعني ما عن فيه هيك. هلا المهم خلينا بالمفيد. قلي أبا در شو صار؟ بيشو شو بشو؟ شو صار مع أختي أم بدو؟ بشو صار مع لا شو بشو بشو؟ مو أخذت مني ورقة عشان دي مشان تخطب لي. والله ما صار معنا شيء لسه، بس لما سمعتنا أنت على شو مستعجل لسه الدار ما عدنا، طول بالك يا أخي. شو علي؟ شو على مالكم؟ ماني مستعجل. بعدين مسيك لأقول لك كثير هاي ورقة مشان أختي أم بدو تروح تاخذهم للجماعة بإيدها هدية ولازم منه ورقم وديها تفوت هيك بقلب قوي. ولك لما سألنا عم قلي أهلي رجع لك هالورتين تبعك لأنه نحن ما طلع بعيدنا شيء. أعوذ بالله واللي سرق هالرقبة ما بترجع فرنك، وقد ما بدك بعطيك فوقهم بس ما تقول لحدا. أنا يا بدر مين اللي غير قد يطلب لي؟ أنا يتيم مقطوع بالشجرة، أنت بيهون عليك إنك السجارة يتيم مقطوع بالشجرة ما بيهون عليك. مثل ما بدك علي حكومة. وينك انت؟ فتنا راسي وعم دور عليك من الصبح. شو عم دور علي براسك؟ وين يسحلي انا شو؟ اجرف معي. شو؟ ابو جودك عاوزك بالمخفر. امدك امدك روح لحالك. اجرف يلا اجرف. اعطيني ليرة اعطيني ليرة برا ليرة وانا مالي ازران الا لفوزية. يا ربي شو هالورقة اللي وقعت علي فيها انا؟ وقعدت مفك معي هالفعلة يبعت لك حمى يا ابدا. ايي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 ي
شدالك لك الله يخلينا يا علي بالله حبك حبك مثل البرعش دوم بقلبي عم يتحركش كيفك يا سردو؟ اهلين نمس شو؟ الوقت اللي جيت على الحارة ما شفناك شو اخبارك شو عم تشتغل؟ والله يس والله الشغل واشغال وكذا هيك يعني شو بدي احكي لك احكي لك عم بخنا موس تشتغل معي؟ شو بدي اشتغل معك؟ تكون عيني بالحارة ليش بعينا؟ عوايني يعني؟ لا مو عوايني انت فهمت غلط شو بدي اشتغل لك؟ بدك تجيب لي اخبار الحارة يعني عوايني؟ سيدي عواني سميها مثل ما بدها يا حيوان يا غبي يا واطي يا ندل انا بكون ايش كان بشتغل معك مع ابو جودة مو انه مش اللي بيعطي على اولاد بلده ايه عطت ربي هالكسم ولك دافنين وسوى الابيض علينا اسمع مثل ما كنت تشتغل مع الملازم نمر بدك تشتغل معي وسيدي انا حلفت يمين اني بطلت هالشغله كنا راح نروح فيها مع الملازم نمر بطلت انا توتوب النصيحه لوجه الله تعالى ولك شأنه يعني هذا آخر كلام عندها؟ اي نعم يعتبر حالي ما سمعته وراح أعطيك فرصة كام يوم تفكر منية وحط ببالها إذا اشتغلت معي راح أعطيك بالشهر 5 ليرات احسبها منيح ورد لي خبر بس كان هيك تركنا نفكر بالموضوع وانت مر لعندي بعطيكم الجواب على فضاجي أهلين وسهلين لك بها الأمة وبها العين رحت لبيت عصام قام قالوا لي إنه نزلتي على بيتك ايه والله
تفضلي تفضلي، مالك غريبة ما تأخذيني عم بشرب. لك شو عم تعملي؟ أنت قاعدة لحالك، والله أنا خاف عليك. لك آخي يا عم ذكي، قلت لحالي بدي شق على البيت وبعدين بدي آخذ نفس، مالي خلق على الخنقة، بيت عصام مخنوق قد دياله قد الكمشه. لك دغري؟ والله الحق معي، أنا بدي أفهم شلون هالثلاث ضرايب منحوشين بهالبيت دحش. منيح اللي اجيتي ام زكي، بدي اخذ شورك بشغلي. ولا لا 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 ان شاء الله الف مبروك يا فريان. يوه على شو الف مبروك يا ام زكي؟ قلت لك بدي اخذ شورك بشغلي، ما قلت لك وافقت؟ وليش حتى ما توافقي دخلي؟ بعد الكبره يا ام زكي. عليكي فريان، جيبي مراي وطلعي بوشك بتلاقي حالك ورده مفتحه، لساكي عروس. انا لساتني عروس لك ام زكي؟ شو عم تاكلي بعقلي حلاوه؟ أنا بدي أكل بعالك حلاوة، بس حرام عليك تضلي لحالك يا أختي، خدي صهر بيت. يو والله لطفية قالت لي نفس الكلام. ها شفتي بنتك كمان خايفة عليك مثل حكايتي، عم تقلك تجوزي. بعدين وينك أبو النار؟ رجال مقدر وظريف وكبير حالته. أي والله أبو النار مسموعياته طيبة كتير، وبالمكفى إنه زعيم. طيب ليش عم تمانعي لك؟ ما بعرف، بيرضى هو إنه يكون صهر بيت؟ لا بهالقصة هاي بدكم تبعتوا له خبر، إذا وافق وافق، إذا ما وافق بيكون اسمه ونصيب. بعدين يا عليكي أنا بدي أشوفك مغندرة محمرة مبودرة مكحلة، مو مثل أم كنه وحدة لا بتطلع ولا بتفوت من بيتها. خلص وافقي ولي. ما بدي ما بدي. خلص فريان، لك وافقي ولي يا عليكي. يا عمي أبو النار بدو لك خبر. بدك تضل عم تنتي؟ بدك تضل عم تنتي؟ لك لسه امبارح المسا كنت عندهم، حلوني خبروني. والله ما حكينا شيء، عم نسألك. لك ما فاضل سألك لعليك من الصبح لهلا. حقك علي يا عبيد، حقك علي. لا حول ولا قوة الا بالله. عم نسألك، بدنا نعرف شو صار. لا ما تسألني. طيب بأمرك. سوي لي كاسة شاي. طب عليكم، عمي الله. تركت الدنيا كلها وجيت لعندك انت خصص. شوفي. قصدك بشغلة ضرورية. شغلة ضرورية؟ لا انت خاصة. شو بدي اشوف؟ خير، شو الشغلة الضرورية بقى؟ اكيد جاي تتدين مني مصاري. يا ناطر يغسل العين من عين، يغسل العين. يا عبي بدي اتدين منك مصاري. شو بدك تساوي بالمصاري؟ يعني يا عقيد، انت عقيدنا وكبيرنا وما لنا غير الله وغيرك. أنا حطيت آلاتي براسي، خلاص بدي بطلع هاي قصة الناموسة، بدي أقضي كل عمري لحق الناموسة، رح أدوخ. يعني خلاص بدي أدورك على شغلة جديدة، فهيك بدنا قرشين، بدنا قرشين نشتري فيهم شوية أغراض ونلزم منه وكذا، إلا إذا ما لك ثقة فيني أو ما بتأمني، قل لي ما بتأمني؟ لك أنت ما بتتأمن على مثليك. لا ما، والله لا. الله يسامحك يا عمي أبو النار، إذا أنت ما أعطيتني أنا لمين بدي أروح؟ خلاص، إذا كان هيك رح روح لعند اهل حاره الضبع اخذ منه. شو لك اذا بتروح لحاره الضبع بدي ايدك؟ لا اكسر لك اياه وحملك اياه، لا اعطيك مصاري، بس هالمره بدك تشتغل. اذا الله راد، انا من جهتي حطيت اعلاتك براسي وبدي اشتغل، بس كله بايد رب العالمين. بس من جهتي انا قلت انا مس لازم تتزوج وتشتغل. يكا ماشي ماشي، هلا بشرب كاسه شاي من تحت ديات ابو الحكم، بعدين بعطيك مصاري. تكرم عيونك. جهزنا كاسه شاي يا ابني ابو الحكم. بطل يا رسالتك، بطل. جهز لك كاسة شاي يا ابو الحكم. ايوه. شو فيها لك ابني؟ ليش حتى ما توافق مرت عمك؟ ولا شو بيعرفني، قلت لها تصفي. لك يا ابني، الجواز سترة للمرأة وللرجال، وبعدين هي أرملة لازم تتجوز. ايش بعرفني يا مو، يعني مرت عمي بتعرف في عقلاتها، بعدين عمي ابو النار ما بيعيبه شي، رجال وزعيم. ايه والله. وشو قال لك ابوك؟ ما قلت له شي لأبي، ما جبت سيرة بنو. خلص يا عمو خلص، تركها تشاور عقلها. تاركها تشاور عقلها. شو بك تقبرني عيسى؟ يا عمو لازمني مصاري. شو خجلان من أبوك طلوب يا عمو؟ والله بخجل يا عمو، بخجل. يو عيسى، معقولة تخجل من أبوه؟ شنتير وثلاث نسوان وبنتين، هذا أنا يا عمو، وبدك يعني روح أطلب من أبي؟ والله كبيرة يا عمو كبيرة. تقبر قلبي، يلا أنا هلأ بعطيك. تسلم عينك يا مو، تسلم عينك. فلان؟ شو عملتوا غدا اليوم؟ يو اسم الله عليك، مو تغديت صفيحة هون؟ شبك؟ ايه والله تغدينا صفيحة. طيب ما تقليلي مزاك.
بلا زعر جيب لك. ايه قومي قومي حطي لنا قرصين ثلاثة وشوية لبن هيك وشوية خضرة. قومي لك واخوكي انا وحبيب قلبك. ايه يا عيني سخن لك يا سفيحة اخي. ايه خلينه ياهم نبي سخنينه ياهم عملينه معه زبدية لبن اللي شيل براسه هذا غير العلف والنسوان. اهلين يا ابي. خير يا ابي شو في؟ شو في؟ وينه اخوك؟ اخي هون ناديله. معتز معتز تعال كلم ابوك. يلا سعني جاي. امور يا ابي. من وين؟ تعال. شو بكلك؟ شو بقربك؟ شو بينسبك؟ ولو يا ابي هذا اخي معتز من لحمي ودمي. من لحمك ودمك الكلي؟ لك معتز؟ اللي ابي وين كنت مبارح انت يا ابي؟ كنت متخبي ببيت الحكيم موسى. مظبوط يا ابي وبالعلامة اليوم تغدينا صفيحة مع الحكيم موسى. ولك بكل عين جارة ما تحكي كمان؟ لك شفته جايب لا سألت ولا حكيت؟ ما سألت عنه؟ لك مبارح طوال الليل بايت برات البيت وما حكيت؟ لك ما فتحت تمك؟ لك بدي افهم هذا اخوك لما مو اخوك ولا؟ اخي اخي معلش يا ابي معلش يعذره يعني عصام الله يكون بعونه. حقك على راسي يا بي حقك على راسي يا بي حقك على راسي حقك علي يا اخي. ولا يهمك اخي ولا يهمك. يلا تصبحوا على خير. يا ابن اهله تا 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 اللي يا بي شفته لو بمرزونه ما شفته؟ شفته يا بي. شوف بي رح اقول لك كلمتين ما راح تنيه وما عاد تعيده. لا كارك القديم انت وخاطر ترجع له لانه ما لك غيره ما في شيء قدامك هلا وسطك مشان الضمان ما عم مرزوق بتحلها وانت تعرف كيف بتحلها. فهمت علي؟ يلي فات مات ابي نحى اولاد مين؟ اليوم اولاد اليوم الله يرضى عليك. خالصين خالصين. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله انت من اهله اخي. روح انت على صفيحتك روح روح جيب لي قرصين روح. تكرم عينك يسلم لي الرواق. تنادي حسابك يا حبيب 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 عقيل. شلونك مرزوق؟ اهلين عقيل. نسيت لك. شو هاد عقيل؟ اي تعبتك مسيك. اعوذ بالله عقيل انت خسرت. خلاص مسيك من ايدي رب العالمين بيعوض مسيك. روح ربي يرزقك ويعوض عليك يا ربي خلينا اياك. امين. السلام عليكم. اهلين عقيل وعليكم السلام. الحمد لله على كل شيء عمي حاكم علي. لا غبت كتير وغطيت والله بعرف بس والله الحمد لله براسي كان كبير كبير كتير. نحن ما قادرين هذا الشيء يا أبا عصام قادرينه. الحمد لله ورجعت لنا بالسلامة. بعدين الكل بيعرف انه هذا اللي صار هذا فنطي من الكوماندان ونحن فيها ولسه ما صار شيء. انت دريت انه بشير وخاطر صاروا من العضوات؟ لك والله والنعم والله والنعم عليك شبابي والله والله ورجال وبينشط الدار فيهم. اي والله أنا ما عشت بتوخذوني الله يرضى عليك ولازم الوقت تكالي بدي معك أبو عصام بدي معك. يلا سيدي شرفوا شرفوا تفضل سيدي. مرسي في 10 مساجين هربوا من سجن الديغالي جير علي ما غيره سيدي؟ أيوه قتلوا 3 سلطة وسرقوا 4 بواريد وفي واحد منهم متسرق. شو مطلوب سيدي؟ بدي إياك تروح على حارة الضبع وهدول الحارات المسؤولة عنها وتجيب لي إياهم من تحت الأرض. حاضر سيدي. اسمع في شغلة تانية بدي اياك تعملها. مرسي بيت ابو محمود يلي نصه وقف والنص الثاني صار بامر من القضاء تابع للسرايا. شو المطلوب سيدي؟ بدي اياك تنفذ الامر وتاخذ نص البيت التابع للسرايا. حاضر سيدي. شو ابو جودات؟ يبدو بدي ابعتك الكامشلي اذا ما نفذت الامر. لا سيدي أنا جاهز نفس الأمر جاهز سيدي. يلا روح لشغلك. عفوا سيدي بس في شغلة لازم أقولها لسيادتك. شو هي؟ هذا أبو ظافر سيدي صار له جماعة عم يرك علي إنه أبو عصام وراء مين طلع. وأنت شو قلت له؟ سيدي أنا قلت له شي جمعة زمان بخبرك. قلت حلو شوف سيادتك بالأول. هلو
صايرة بتشغل مخك منيح يا أبو جودات. شكرا سيدي. اسمع، بتجي لعندي قبل ما تخلص الجمعة. حاضر سيدي. يلا يلا على شغلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين يا ابو ظافر. الله يحيي يا ابو ظافر، شرف بي. اهلين اخي ابو عصام. دريت؟ خير. العشرة هربانين من سجن الدير علي وقاتلين فرنساوية كمان. الله اكبر، انت الحكي؟ امبارح بالليل. يا الله محيي اصلا عمي. يا الله محيي اصلك يا ابو شوكة. ولك ايه؟ لك يعني كسروا له راس الفرنساوي؟ لك الله اكبر، الله محيي رجال. سمعتوا الخبريه؟ ايه والله سمعناها. ايه سمعنا سمعنا، كسروا له راس الفرنساوي. الحمد لله رب. لك شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل؟ لك يا عاصم وزع شاي على الشباب كله على حسابي. اه عتير، شلونك سيفي؟ وعليكم السلام. عليكم السلام. وين ابو عصام؟ شرفك يا ابو عصام، شرف. اهلين 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 ابو حاتم. ها هاي ابو ظافر هون كمان. اهلين ابو شودات. اهلين فيكم سيدي. في موضوع مهم كثير كثير بدي احاكيكم فيه. ايه ان شاء الله. تشرف على المضافه يا ابي. تشرفوا. انا استاذ زين بدي اروح على الحمام، برجع لعندك. ايه معلش. لا تاخرك قاسم. هينا وعيني. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. اهلين عقيد، اهلين عقيد. ردوا لك خبر عقيد؟ ايه ردوا لي خبر. شو صار؟ اللي صار ما في نصيب. المخلوقة ما بدها تتزوجك. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، شو الشغلة على كيفك؟ خلص بنلاقي لك شو وحدة مستورة بالحارة وخلصنا. يعني ما في نصيب؟ ما في نصيب. يا حلشونك يا ولد. أبا إيب. أبا إيب. شو تاخذ نص البيت ابو جودات؟ هذا البيت وقف للجامع، والبيوت اللي مالها وريث ومالها صاحب طول عمرها بتروح للعاديه بعدين للجامع مشان يتعلموا فيها. وبعدين شو كنتوا تعملوا يعني بهالبيت؟ والله ما عم بفهم. مكتب للتحرير يعني؟ ولا مستودع مشان مخازن الدرك ولا شو؟ يا جماعه انا عبد مامور، ما دخلني. انا مهمتي نفذ الاوامر. بهذا المكتوب في امر قضائي من العاديه لازم نفذه. هذا المكتوب بتنقعه بتشرب ميته. طول بالك ابو صافير. انت اللي بدك تطول بالك ابو جودات، الله يرضى عليك. وكل الله شبنا. انت ما دخلك بنوبه. لا لا يا ابو جودات، ابو عصام هو اللي بيتدخل. ابو جودات بلا كثره غلبه، وروح قول لمعلمينك انه هذا البيت وقف للجامع وما في فرنساوي بيدوسه، فهمت؟ يلا الله معك. اكباريه حاره الضبع، لا تفكروا حكومة الانتداب رح تتصرف على كيفكم، تكونوا غلطانين. ها أنا جيت نبهكم تصطفلوا. السلام عليكم. الله معك. عليكم السلام. ورحمة الله. هذا القمندان ما رح يهدأ بكلنا حتى عملنا مشكلة وعي بالحارة. اي نعم. لا تأكل هم أبو عصام، هي وزوزة على الفاضي، ما بيسترجي يفوت على البيت. خلونا نروح شوف البيت يا رجال. هلا بنتي بتكون عم تعطي درس بالبيت. أخي أبو حاتم روح خبرها تطلع من البيت، مو وقت دروس هلا، لانه ما بتعرف الفرنساوي شو ممكن يساوي هلا. خير خير ان شاء الله. يلا سلام عليكم. قول الله قول الله. سلام. سلام. يا بناتي اليوم رح ناخذ درس بالحساب. شو هي؟ تفاحه. طيب وانا خبيت تفاحه مع سعاد، اعطيني اياها. تفاحه زائد تفاحه قد ايه بصير؟ برافو، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. هلا رح اعطي تفاحه لسعاد. كم تفاحة ضل معي؟ واحدة. معناها اثنين ناقص واحد قد ايه؟ واحد. طيب وإذا أعطيت التفاحة الثانية لسعاد؟ صفر. معناها واحد ناقص واحد يساوي صفر. لك تشكلوا قاسي يا رب شو مرضيين. يلا أنا راجع. يلا يلا. مين؟ أنا أبوك يا أبي. افتحي افتحي. أهلين يا أبي. يا أبي الله يرضى عليكي، صرفي البنات على بيوتهم وروحي انت على البيت. خير ليش؟ شو صاير يا بي؟ شغلت لي بالي. ما في شيء ما في شيء يا بي، لا تروحي على البيت وابقى اقول لك. هلا صرفيهم. يلا يلا. هوب هوب. حاضر. ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ليش ما بنروح نزور خالتي عصام؟ شو جاب عبالك بيت ابو عصام؟ قلت منروح لعندهم نتعرف عليهم وبيتعرفوا علينا، مو احسن من هالقعده والخنقه بالبيت؟ حبيبتي نحن من ايمتى بنروح على بيت ابو عصام؟ لا خلينا قاعدين هيك محبوسين بالبيت، بس بنطلع بنجيب شغل وبنقعد بنشتغل، هيك بنقضي حياتنا عم نشتغل. طيب حبيبتي بس يجي ابوك بنساله اذا رضي بنروح. اسمعي لقلك، شو رايك نروح بكره على بيت ام موريس؟ بيت قريب، والله بيت ابو عصام بعيد. لا يا مو، اذا بدنا نروح على بيت ام موريس خلينا قاعدين بالبيت احسن، لا بدي روح ولا بدي اجي، شبه ارض ديار بجنن. وليه؟ منين جايبه هالقويه؟ الله يعيني بده ياخذك. اي والله رح اختنق بالبيت يا امي. طيب خلص بس يجي ابوكي بنقول له روحي جيبي السكينه بتاعي ساعديني. امري. شوفيني. اهلين هاجر، فوتي فوتي. وينك انت؟ بالبيت، وين بدي كون؟ ما بتجي لعندي غير اذا بدك شي، فوتي. شو بك لك ساره؟ هيك شي متغير؟ ايه فيني شي متغير. شو عرفك؟ ايه بعرفك من عيونك. احكي لي لشوف شو صاير معي. ما بدي احكي لك. وليش ما بدك تحكي لي؟ مو انا رفيقتك وحبيبتك؟ بعدين انا بالعاده لمين بحكي؟ مو لحضرتك؟ رح اختنق واذا ما حكيت بموت. سلامة عمرك، شو عم يصير معك احكي لي. لك شو بك ولا قطعتي لي قلبي؟ احكي لي بسرعه. انا عشقانه. عشقانه؟ عن جد عم تحكي ولي؟ مين؟ بس ما يكون موريس. انا هذا ما بطيقه وبطل حكيكي اذا بتاخديها. موريس هذا اللي طلع معك هلا؟ موريس بينحب. لكن مين؟ احكيلي بسرعه. معتز. معتز مسلم؟ ايه مسلم. وين المشكله؟ كلياتنا بنعبد الله. ولي انت جنيتي؟ بتعرفي ابوكي اذا دري شو رح يعمل؟ والله لا يقطعك تقطيع. ولا نسيم؟ والله لا يشخطك على البلوعه شخط. شو هي يشخطني على البلوعه؟ شو عم تحكي انت؟ اصلا مو حق عليكي، حق علي اللي قاعده عم بحكي لك. هاتي لشوف شو عم يصير معك. تفضلوا يا الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شايفين. تفضل. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. والله المطرح ربي يترك هيك يا جماعة، نحط عليه عين حراسة يعني. إي والله. أحدا يحط عينه عليه هيك ويقفلنا ويحط إيده عليه. لا الشغلة مو مستاهلة لك يا أبو عصام. هذا البيت مبين ما بينفتلوا غير من الباب. إذا قدروا أصلاً يفوتوا من الحارة. أنا رح خلي سمعوا ينام بالبيت تحسباً ليبعتوا عوانيتهم، وروح يعملوا شي بالبيت. عين العقل شيخي، خلي سمعه ينام بالبيت، عين العقل، هذا هو. اي والله، أحسن شيء ينام بالبيت. شرفوا، تفضلوا. اتفقنا على سمعه ينام بالبيت، قولوا والله. تفضلوا، تفضلوا. ولي أنت جنيتي؟ هذا راسك ما فيه مخ. عنجد والله والله، عم حاول بطل فكر فيه. إيه كل ما بحاول بلاقي قدامي يا بقعد الديار يا بالمطبخ يا بالخزانة يا بغرفة النوم، وين ما كان وين ما كان، طب شو أعمل؟ ما عم بقدر. طيب روحي على الكنيسة صلي إنك تنسي. والله بتخربي بيتك وبيت أهلك. شو بك لك سارة؟ شو بك؟ سارة طلعي فيني لشوف. لا تكوني عم تفكري تهربي معه. لا شو اهرب؟ لا لا ابدا ابدا. عادي عادي رح ساوي لك شاي وشي. عادي لا تروحي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لك شو هالمصيبة هاي؟ عدلكم دم ما راح يفهم يعني. حضرته جرب كسب ما يفوت على حارة بطبعه ما بمشي حاله. شلون بالطلب انشرط علي ما بعرف. شو ساوي؟ لك شو عمي؟ الو احترامي سيدي. شو صار معك؟ ليش لهلا ما خبرتني؟ سيدي انا قمت خبرك بس التليفون بدري شو صار له. هذا مو كلام، مو كلام ابدا. اخذت البيت؟ يا سيدي ما قدرت، قوم الدنيا وعدوها فوق راسي. غضيوا او ما غضيوا عليك انه تاخذ البيت. بتاخذ عسكر وبتخلع الباب وبتفوت على البيت. يلا
شلون بدي فوت على البيت هالسيدي؟ عصابه خلوني فوت، شلون بدي فوت على البيت؟ بتقول انه في سكاجور بالبيت، في مخربين وعم بيتدببوا جوا. انت عليك تنفذ الاوامر، يعني بتنفذ الاوامر. حاضر سيدي. ماشي الحال سيدي. شكرا سيدي على حظكم، شكرا، احترامي، احترامي. سيدي معقولة تخبوا الفرارية بالبيت؟ ايه معقولة، معقولة. أهل حارة الضبع ما بتكسب عنهم شيء، بيعملوها. ما مثلي حالي حكواتي يا مو. كل ما عم اشتغل شغلة ما عم تزبط معي وعم تسكر بوسي، شو بدي أعمل؟ ولازم كرمال العروسة ما عاد مخ الناموسة. وأهل العروسة لهلا ما ردوا لي جواب. آخ يا مو، أخي الواوي الله يرحمه، عملته بتسود الوس وبتوطي الراقص. ليه بتبدي بهيك؟ معتب وحظ ما عندي ومسكر بوسي وما حدا سائلني من أرضي. بس ما عليه، إلا ما يزبر بخاطرنا. اسمه جبار الخواطر يا أخي الاسمه، وهيك كنت تقولي لنا يا مو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أبو شوكة. أهلين عمي أبو النار. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أهلين أبو شوكة. أهلين عمي أبو النار، بعد إذنك بدنا نحكي لنا جوز كلام. كيف مغيب أبو الحكام؟ أه إيه. أهلين أبو الحكام. يا أهلين وسهلين أبو شوكة. إيه عمي خير؟ بشير. إيه عمي، مرت عمي أم توفيق وافقت. وافقت؟ إيه، بس بشرط. شرط شو؟ إنك تكون صاحب بيت. طلبت لحالها؟ شو عم تحكي انت عصام؟ انا زعيم حارتي فوزار بيت. هو ما فيها شيء عمي، ما فيها شيء، يعني الدنيا اخذ وعطى، وهي بصراحه ما حابه تطلع من بيتها. شو هالحكي عصام؟ انا اطلع من بيتي؟ اخي خبرنا مرت عمها، انا قاعد ببيتي، تجي لعندي مثل مثل اي وحده بدها تتزوج. ادرى وكرامتها محفوظين، غير هيك ما عندي، شيء حلو والله. طيب، مثل ما بدك عمي، رح خبرها ورد لك خبر ان شاء الله. السلام عليكم. شو كمان بدك تشفط علي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين نمس خيال الزرقاء. احليم احلى شباب والله. هلا والله، حي الله. ايه والله. لا خيال الزرقاء تعال هلا، تعال تعال. لا طيف بشي وشايات عمي أبصافي. يفكحك والله، شهيتني يا هون. نمس هلأ من الآخر، أنت ليش جاي لعندي؟ بدي أشتغل. إيوه، وإيش كان قلت لك؟ أنه ما عندي شغل. بتدبرني وبتدبر الأكبر مني، أنت كبير. ايه مزبوط، خلاص شو ما بتعتاز رقبتي سدادي. خلينا يا، بس انا مو هيك بدي، بدي يصير دراعك اليمين. شو هيك خبطه وحده دراعي اليمين؟ ليش لا؟ انت كبير كبير يا لطيف، شو كبير عمي ابصافر، ومحسوبك مدوخ حارات الشام السبعه وفاتل على بوابه السبعه على ايد وحده، بيطلع لي ان يكون ايده للكبير. يا لطيف شو انك سلبي. نماز برقد انا طلعت خي. مو عيب، مو النماز يلي بيخون الايد يلي بتنمدله عمي ابو صافي. ايوه قاعود، جيب لي مص الغنم. حطه على الطاوله. درميل على شغله. امرك عمي ابو زاطر. بس شو هذا المقص عمي ابو صافي؟ لا هو لقص الصوف، بس انا احيانا بقص فيه لسانات. ايش هو؟ يعني قصدي اذا كان واحد جاي من بطن امه لسانه مقصوص مثلي. بيكون الله بيحبه، والمقص ما بيقرب عليه.
يلا يلا قوم قوم نظف البايكة بلا ما بخك. يلا قوم. شو ها؟ عندي شغلة مستعجل، موعد واحد لازم على السريع اروح نظف البايكة. عمي ابزافي شو يعني؟ انا قلت لك كون عينك، ايدك، ايدك اليمين، انت بتنظف شي بايدك البايكة؟ كنه جلس لك نمس. قوم حرك لي عضلاتك ونظف البايكة احسن ما بخك. يلا ليي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 ي
يا لطيف شو شلبي. بدور خلاص انت مش عارف تسكت. صفوا الدور بدور بدور يلا يلا صفوا الدور يلا. اذا انت بتنطح انا بطلع، اذا انت بتنطح انا بطلع، اذا انت بترفش انا برفش، اذا انت بترقد انا برقد. بدك تتزوج او لا؟ بدك تتزوج؟ شايفك لا حق تقبل عوني. وانا كمان بدي اتزوج، ما حدا احسن من حدا. روح لعند ابو بدر. عشي اوهو علينا، ليش ما عم تفهم يعني يا مرت عمي؟ لك هذا زعيم حاره، زعيم حاره، وبدك يا صهر بيت، شو الحكي ها؟ طول بالك علي لك ابني شباب، شلون بدي اترك حارتي اه؟ بعدين نسوان الحاره كثير كثير بيشتاقوا لي، دايما بدهم بيقولوا لي ما بيحلى الحج بلا ابو حلاوه، ما بيقدروا يشربوا قهوه بدوني لك يا عصام، وغير هيك يعني كيف بدي اترك بيتي اه؟ لك يا حماتي انت هلا بدك تتزوجي، بدك تتزوجي، حلو عيشتك هيك بالبيت؟ احكي لك كلمه لطفيه. يا مو الأصول توافقي؟ ما بدي ما بدي، خلوني فكر وشاور عقلي. يو قال عقلك براسك اثنين بيديروا. خلاص شاوري عقلك مثل ما بدك، بس استعجلي شوي، الزلمة على نار. شبكي لطفية؟ بسم الله. شوفي شبكي لطفية؟ يا مو الولد عم بيرفس. عم بيرفس؟ لطفية لوين عم بيرفس؟ لفوق وعلى اليمين؟ لك مو باين معي بتغني. لك شلون مو باين معي؟ ركزي شوي، لفوق وعلى اليمين. والله شي لفوق شي على اليمين. يا رب يا رب ولد يا رب بإذن الله ولد. جوزك شبه جاني؟ ايه يا مم لاحقنا على التعس بده يعرف معنا صبي ولا بنت. أعوذ بالله على الحكي، لك أمي المهم الأم بالسلامة والخلقة التامة. بتعرفي حركاتهم عصام يعني؟ تطلعي فيني لا تساعديني ولا تشتغلي معي، وانا دائما بعميكي وبنطفك وبحممك لحالي. انا دائما عم بشتغل اغسل باكل لحالي كل شيء لحالي لحالي. انت خليكي مبسوطه ضل بحبك، انتي رفيقتي. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدها، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدها.